فهو إيصال رسالتين. الرسالة الأولى هو أن نريد التشريع في جميع المجالات يستجيب المطالب المساواة، مطالب الحركة الديمقراطية، خصوصا في كل ما له علاقة بالتشغيل، كل ما له علاقة بالفقر، كل ما له علاقة بالتمييز، كل ما له علاقة بالعنف. الرسالة الثانية أيضا هو دعوة لجميع القوى على أنها تجمع وعلى أنها تكون عندها رسالة موحدة وتكون عندها مطالب موحدة، لأن اللحظة هي جد حساسة ولا يجب التراجع أبدا، لا على ما حققته الحركة الديمقراطية ولا على أيضا السكون ولا التراجع في النضال على القضية ديال المساواة وعلى القضية ديال الديمقراطية. احنا أولا مجموعة ديال الفعاليات نسائية وحقوقية، جينا لهنايا بلينا كيتناقش الآن في البرلمان واحد العدد ديال القوانين، منها واحد القانون أساسي جدا اللي هو متعلق بالعمال المنزليين، واللي كينص على أن ممكن النساء يشتغلوا من 16 عام حتى 18. احنا طبعا كنعتبروا هذه المساله ما عندها حتى شي علاقه لا بالدستور ولا بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، وان 18 سنه هي اللي المفروض يبدا فيها الانسان الشغل يعني على حسب القانون الدولي. لذلك احنا في اطار واحد المجموعه سميناها بركه من الحقره، غادي نديروا واحد وقفه احتجاجيه باش نحتجوا على هذا المشروع القانون، وغادي نبقاو كنحتجوا باستمرار حتى يتلغى هذا مشروع القانون. هذه وقفه اللي نظموها مجموعه ديال الشباب والشابات تحت شعار ضد الحقره، الهدف منها هو التنديد والاحتجاج على تمرير مشاريع قوانين اللي هي ضد الاتفاقيه الدوليه لحقوق الانسان في مجال الطفوله وفي مجال المساواه ما بين النساء والرجال، وضد حتى المضمون ديال الدستور، الروح والفلسفه والمضمون ديال الدستور.